الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا. أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يزلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم الرسل ربه وآله من بعده وصحبه. أول ما نستفتح المقالة سرطع فيش حموش تشي بس بيذا كان بذكر حمد ربنا تعالى حموش قورية حموش تشي الحمد لله وجكوابي مادم، فالحمد لله على ما أنعم حمد سباز لأخوائي كنعمتي لقر مكديا حمدا حمد تشي أوتو به ببي يجلو عن القلب قلب إنساني صعب بي العمى عما كوري لسلابسي من كدو كوري هيك قلبي كوري تساوان كوري دريا كوري تساوان قيدناك هو تسني هو بس كوري دريا أو خرافة ولكن تعمل القلوب التي في الصدور أدي أو خرافة أوزا أو دري حمد تشي أو تو دكم خاي تعالى درم الرونا وكارم بشرح لي صدري ويسر لي أمري. ثم الصلاة بعد والسلام تبقى الصلاة والسلام على نبي لسه في غمر خايب دينه الإسلام محمد خاتم الرسل ربه لسه في غمره بك آخر في غمره ولكن رسول الله وخاتم النبي وآله من بعده وصحبه. إذا شرع كيف خلينا والله أصلي أبخين دوبارك تجنب راسي خيني أنا خيني وكيف تنابش والله عز وجل السريع في ذات الرأي. ونسأل الله لنا الإعانة دواي يارمتي دكم خواهي تعالى يارمتي من بدافين ما توخينا من الإبانة لو كأما قصد ما نكردي من الإبانة لود ودربخم سد دربخم عن مذهب الإمام زيد الفرلي لما زبي زيد لفرائز سيا أو لبن سم إذ كان ذاك من أهم الغرض سنك لعمو مخبب مبستان باشترا نسين فرائز لسما زبي إمام زيد كما زبي شافعي الموافقة دقربي شرعك بخيرين. ويقول الشيخ الإمام العالم العلام وحيد دهره يعني تاك لزمان خويدا تاقبوها وفرد عصره محمد بن محمد سبت المارديني فسح الله في مدتهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا شرع لطيف مختصر على المقدمة المسمات بالرحبية في علم الفرائض. أما تنكناوي الرحبية أو الشرعية الرحبية محمد كري محمد كري تشيجي مارديني داينة من مارديني اشتبع عندي على كردة. قال أول ما نستفتح المقالة أقول افتتح هذه الأرزوزة أرزوزة بو 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 درنكا لبحر الرزز بيك هادبي لأنه أرزوزة يعني شعر بي وقصيدة بي لبحر الرزز بي لأنه أرزوزة. بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالحمد لله لدعاء الحمد لله يقو تأسيا بالكتاب العزيز تبعية قرآنك ومراد بالاستفتاح الابتداء يعني ابتداء بذكم والمقال مصدر قال يقول والألف فيه للإطلاق ألف إطلاق معنى علو الشعر ركتن في ونساء. أول ما نستفتح المقالة أو هاي مقالا أو ألفا هل له شعر رقي خصنية يقال قال يقول قولا ومقالا وقولة ومقالة والرب من أسمائه تعالى ولا يقال لغيره إلا مضافا رب براستي إلا أخوايا بس رب ذيك الرب البيت الرب المال حياة وتعالى تعالى معنى سياهي ارتفع عما يقول الزاعدون علوا كبيرا أي أول ما نبتدئ القول في هذه الأرزوزة بذكر حمد الله تعالى والحمد هو الثناء على المحمود بجميل صفاته مدح بكبر صفات تساك وهات كديو وهات كديو عبد خود بخيو دكيو أو يا حمد والحمد على النعمة واجب أقر خواهي تعالى نعمة تشيد أقر كديو أما بنعمة ربك فحدث واجب دبية الشكر بكي مرادف للشكر باللسان دقى الشكر الشكر زماني دكاتويك إنك الشكر بقلبها بزمانها بعملها بدرها بعمشتها بس أقر شكرك بزمان بدقى حمدك يتيك دكاتوها. والألف في أنعما للإطلاق ألف أنعما أشهر ألف إطلاقها ما أنعما وحمدا مصدر مؤكد مصدر شي تأكيدية منصوب على المصدرية مفعول مطلقة معنى حمدا الحمد لله حمدا معنى أحمده حمدا أو هاي الذي ويجلو
مبني للفاعل أن يذهب معنى العذبة، وفاعله ضمير مستتر راجع إلى الله تعالى. يجلو يعني خوالاببا والعمى والعمى يجلو الله يقول ده حمد من ده ودنا قلت له حمد كلاببا حمد شأوتو ذاك حمد سفاس كدرك الرونق بكا أو ذا الإخوة درك الرونق بكا. ويجل مبني للفاعل أن يذهب، وفاعله ضمير مستتر راجع إلى الله تعالى، والعمى مفعوله. يجل عن القلب العمى مقصور عمى يكتب بالياء بيد نسره، وفقد البصر كبرة ساوي نبي. أي حمدا يذهب الله به عن القلب العمى. أخوي تعالى لقلبي عمى الابا، وعمى القلب هو الضار في الدين او الزرري هي بخلاف عمى البصري او السنية. فقال تعالى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اقول بعد ثم بعد حمد الله تعالى اتى بالصلاه والسلام او زلدوه الصلاه والسلام على سفي غنبر اليدداق لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاه والسلام من صلى علي في كتاب لم يزل الملائكه تستغفر له ما دام اسمي. ملائكه تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وقوله على نبي دينه الإسلام ونبينا محمد خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويجوز في محمد الجر على نبي دينه الإسلام محمد أو أبخين وبزري على أنه بدل من نبي وتبدل من نبيوني، والرفع برفع أجبخين ومحمد على أنه خبر لمبتدأ معزوف هو محمد. وقوله وآله من بعده وصحبه أي ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وآله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب على الراجح عند الإمام الشافعي والجمهور. وصحبه زم صاحب مضاف إلى ضميره صلى الله عليه وسلم، ومفرده صاحب يعني صحابي صحابي في غنبري دريني صاحب صعبش زمع، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام إيماني في غنبري نبي صلى الله عليه وسلم وبإيمان وفاتي كرد به وقال ذا بيت مرتد وتسني صحابني. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا سيما نسي. أقول التوخي القصد يعني قصد، يقال فلان يتوخى الحق يقصده. والإبانة إبانة معنى يسأل إظهار. والمذهب في الأصل الطريق ثم استعمل في الأحكام الشرعية وغيرها. والإمام هو الذي يقتدى به في أقواله. وزيد هو زيد بن ثابت رضي الله عنه ابن الله عاق بن سعيد بن خارجة الصحابي الأنصاري من بني النجار ما رخاره في غنبري صلى الله عليه وسلم من أكابر علماء الصحابة رضي الله عنهم. والفرضي العالم بالفرائض. والغرض والقصد أي ولسان الله سبحانه وتعالى الإعانة فيما قصدناه من الإصغار والكشف عن مذهب الإمام زيد رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا من أهم القصد سنشم بس شيء زور مهمة. فإنه لا يخيب من سأله فقالت له دعاء لأخوائي قبل أبو فاري وأخوائي تعالاش يعني سؤالك زي بزيدك إن شاء الله. قال تعالى واسألوا الله من فضله. قال بعض العلماء لم يأمر الله بالمسألة إلا ليعطي. أخوائي تعالى كذلك دوام ليه كان له وذري لو يتوى ببداته يارد الداته لو يدر دوام ليه كان علما بأن العلم خير ما سعي. علم بزانا أتوي لحمشتان ساترا وأولى ما له العبد دعي. لحمشتان باشترا كخرق قاس كرابي أي بان قوازد لو كرا تشتق لعلمي باشتر ميا أو علم خوي باشا علمي شريعة شريك زار ساكا كفرائزا. وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. هذه أو فرائز علم أوتو يويل يدي كم كذا زاني الجماعة مخوت فيركا حتى وفرستا. علما منصوب على أنه مفعول لأجله، وهو علة لقول إذ كان ذاك من أهم الغرض علة طيبية أو علة لقوله توخينا. والعلم خلاف الجهل. وقولوا بأن العلم متعلق بقوله علما وألفه للعموم حتى يشمل كل علم همو علمك ساكا هموي. وقولوا سعية ودعية
مبنيان لما لم يسمى فاعله، وفضل العلم وخي خيريته أشهر من أن يذكر. أمن سلو فرن بحث علمي. قال الشافعي: وغيره طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم. ولا حديث في فضل العلم كثيرة مشهورة، ففي الصحيحين من رواية أبي مسعود ابن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين، أسود بدك سامبا، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكتي في الخير، ما دور من داهم ما رخوا لبيناوي ديني سرفك أويل أو حسودي بوهم أو قيدناك بس هم بس تمنيا، ورجل آتاه الله والحكمة وعلما فهو يقضي بها ويعلمها الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وقوله أن هذا العلم أي وعلما بأن هذا العلم وعلم الفرائض مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض، هو أشار بهذا الكلام إلى ما رواه الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض خفركا وعلموها الناس عالم شفركا، فإن نمر مقبول أمن خلونك هنامنه، وإن دو فادك، وإن هذا العلم سيقبض أو علم نامنه، وتظهر الفتن فتنة زور دبرنا في إسلامه حتى يختلف الرجلان في الفريضة، ودبي دوك سندان ميرات خو بشكن فلا يزيدان من يفصل بينهما كزنية بزاني بتواتي شريعتي عن لدانه. صول الحاكم وغيره وحسن المتأخرون والرواه ابن مازه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنها نصف العلم. نوي علمية تنشب عسن مردنا دكا علم يانجيانا أن مردنا هو باش مردنا استفادة دكا بعض مارته ودا بشك الدنيا، وإنه أول علم ينزع من أمتي. وقولوا لا يكاد يوجد أن يقرب من عدم الوجدان، معنى حر أو تدمني ونامني، لأن كاد من أفعال المقاربة. وظاهر الأحاديث شاهدة بأنه يفقد حقيقة حرب الراس نامني، وأن زيدا خص لا محالة. زيد بن ثابت زور او علم ساق زانيه بما حباه خاتم الرساله دبر اويك في غنبر صلى الله عليه من قوله في فضله منبها اغا داري ميك تود فرمي افرضكم زيد او حديثه وناهيك بها بسطة ما دام حدثت ويفر مخلاص ما دام وبي فكان أولى باتباع التابعي خلف تبعيتي بكاء وزور باشا لا سيما وقد نحاه الشافعي خاصة إمام الشافعي إجميلي ولك مذهبي بكرديا قوامي تواوى. أقول أن زيدا معطوف أيضا على قولي بأن هذا العلم أي ونسأل الله الإعانة على ما قصدناه من الإظهار والكشف عن مذهب زيد رضي الله عنه لأجل علمنا بأن العلم خير ما سعى إليه الإنسان، ولعلنا هذا بأن العلم ولعلمنا هذا بأن العلم هو علم الفرائض مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض هي كمن علم كبزردبي، ولعلمنا بأن زيدان رضي الله عنه خص من بين الصحابة رضي الله عنهم بما نبهنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فضيلته وعلمه، وأنه أمثل من غيره في علم الفرائض. لو عندي باشر زانية من قول أفرضكم زيد وناهيك بهذه الشهادة له من سيد البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم بس عند شهادية بس وناهيك يعني حسبك، وتأويلها بأنها غاية تنهاك عن طلب غيرها أو قيشت آخر فلا بس لا قرر لدو شهاد وما يدان ما قرر. قالوا في المزمل كتبة فكان السيد زيد بن ثابت أولى بأن يتبعه التابعون ويقلده المقلدون في الفرائض لا سيما وقد نحاه الشافعي أي مال إلى قول موافقة له في الاجتهاد اجتهاد الشافعي دقل اجتهاد زيد تشكر دوا ولم يتابعه مقلدا له من نظر واستهاد الرأسا وشي من تراز برجي زيد نكديا سنجا قوابي دكا تقليد مستهنا بتقليده كحرامة بل بعد النظر والاستهاد حتى إنه يختلف قوله حيث اختلف قول زيد رضي الله عنه لزيد جاء زيد بن ثابت دور رأيها بإمام شافعي دور رأيها وشي عيني لسا من عزب الرؤية أو ذا ماذا محابي أو أمن وبعث أو كتب يدلودكم فرائز فعاك فيه القول ها بالدمه القول عن إجازي بكرتي مبرعا عن وصمة الألغازي لغزو أو تشتانش اللو نارم أمن تشتي سعلو سو كلو درم هاك اسم فعل بمعنى خذ والكاف فيه للخطاب والإجاز تقليل اللفظ والمصوة واحد الوسم وهو اسم جنس جمعي عن العيب
والألغاز جمع لغزين لغزين وهو الأمر الخفي. ومعنى البيت: فخذ القول في علم الفرائض قولا قليلا واضحا كثير المعنى وبرأ عن عيب الألغاز وعن عيب الخفاء لغزو خفيواتي وبزلاتي أوشتاني تدانيا. كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب. وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. أقول أن أسباب جمع السببين هو في اللغة ما يتوسل به إلى غيره. أشتى الواسطة به واسطة به لأنه سبب وسبب كاره يعني واسطة أتبقى كل شيء لأنه سبب سنشخل قبي حال داوسي وشتبه خيم دكي وبيوجد لأنه سبب وسببين عمل شو لبخينه يتوسل أدي. وفي الاصطلاحي ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. سبب أولا ما يلزم من وجوده الوجود أقربو اشتكى ببي الزوجيتي مثلا زوجيتي تبع الميلاد دمي ومن عدمه العدم أقربو عدم المسبب لذاته لما ذاته قوي بنقلب أمره خارجي مثلا زاره كروش ميلادين أقل لبا كفره يان زاره كروش ميلادين أقل لبا قتله ولذاته إني لبا أمره خارجية أما دين لبا ذاته قوي أقل سيد مانع وانا لقره نبي أو يا أقل أو موجود بو مسببك بيت الزي أقل أو عدم بو مسبب والنازم رحمه الله تعالى لم يترجم في الأرجوزة شيئا لكتب يقول نيكوت يا باب أسباب المواريث يا يعني باب الحزب يا يعني باب المناسخات أو باب الشتانة لبيات المكان لو وإنما تلزمها الناس وبوابوها أو باب بابان يدانها فكان ينبغي لمن بوابها أن يقول باب أسباب الميراث وموانعه أخو يا والد بس انت ليره إلا مع أسباب ناكي بس موانعه يزيج لكين من باب أسباب الميراث وموانعه أسباب ميراث وراء فلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب ما كما ينافيها ما بعدهن للمواريث سببا يعني سيدي كان ما أعوسيب السببا أسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة كل واحد منها يفيد ربه أي صاحبه ويتصف به أبي ليه بيتنزيع النكاح أقر ولا أقر نسبة الوراثة ما لم يمنعه مانع أقر مانع وكو قتل كفر أواني جر الندع ما بعدهن للمواريث سببا وهي النكاح نكاح سيا وهو عقد الزوجية الصحيح أو عقد الزوجية الصحيحة قال الناس صحيح بيتي لذناء درناسيا ويرد به الزوج والزوجة أو الزوجات زوج. فرقين يجن لما يدي دقري مرد يجن دقري يجن في دوبي سيبي جافية والولاء بفتح الواو والمد وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتقه سيدك عبدك وعزادك عبدك نبا خصمك سينه باب كروان نبو آمو سينبو هنجي ميا بكرك إذا تشي دبت سيدك سيدك عزادك سيد لعبد دقري بس عبد السيدي نابري هاتي نكاع على هودلا جنة ما دي دقري مرد جنة شدقري بس ولا إلا سيد لعبد دقري عبد السيدي نابري ويرث به المعتق وذكرا كان أو أنثى حجة سنة بسمع بأبي شخصك عزاد في ميلاد دقري وعصبة المعتقي المتعصبون بأنفسهم قال إخوان ابن عصبة
كوري وكو أمزاي بل هذا السيدة كان معه شي جمع تقناقي سنجي ونام تعصبا إلا قبرايا قدامي عصبا هو بنفسه هنية بغيره هي يا خشب دقل بنت الابني دقل بنتي دبي تعصبا أول دبي تعصبا مع الغير أول بكر الناس تعصبا بنفسي وبنفسي عصبا بنفسي هاكر تكاكر وبراق باري ونسبهم باري وهو القرابة باري أوش خزماياتي باري ويرث به الأبوان دا كبا باري ومن أدلى بهما باري أي بواسطيوان ببيت خزم باري وكبا في رؤوانا باري والأولاد باري أولاد ومن أدلى بهم باري أي بواسطيوان ببيت خزم كريك وشيك باري وقوله ومن أدلى بهم بواسطين داكو بابي بواسطي داكو بابي مثلا هو بابو بابيل بابيلو هو أنا ببادكوان بس ما ببادكوين أما زوانوش هم بواسطي بابو بواسطي بابيلين بلي وقوله الوراء المراد به هنا العدميون بلي والوراء في الأصل أخذ أنا مخلوقات وقوله ما بعدهن للموارث سبب بلي أي ليس بعد هذه الأسباب الثلاثة سبب رابع مجمع عليه بلي ولا مختلف فيه عندنا بلي لكن ما نمجمع علينا مختلف فيه سيدنا ما بلي إلا أمسي سببها زورت واحد تكسك بريديك كابرا يقمد أو خصمانين أبو ماركيلو بيت الماريكا لك أوقاف بلي أوش نبوى ميلاتك بلي أوش بسببك بلي لأن بيت المالي وإن كان سببا رابعا على الأصحي بلي لأصل مذهبنا لأصل مذهبنا بلي فقد أطبق المتأخرون على اشتراك انتزام بيت المال بلي. بيت المال عن جميلات قرعقة منتزمة كارقنج منتزمة بلي. ومنتزمات يجنمع نخر ونقله ابن سراقة بلي. هو من المتقدمين من علماء الأمس عن علماء الأمسار بلي. كعلماء أنصارا أمسارا علماء باشكان وانا نقل كرديا بغري. وقد أيسنا من انتزام إلى أن ينزل عيسى عليه السلام بلي. أما جمع يوز من التازة حتى مقام حضرت عيسى في غنبر كبيت أقوال العاصمانين أقنا تازة انتزام بيت المال بيت المال إنما بري. بري إذا أردنا فاهم الناس. بري. لو ينازم بحسي بيت المال هناك. بري. وزي إستاء هو موضوع يتومين هكا قدين. بري. هو يتمانع إرسيه. زور زور. فالحركو هو يلزهبه. بري. فالقري إرسيش هيا. زور زور. هنا قرب تمانع مياكر. بري. ويمنع الشخص من الميراث. بري. واحدة من علل ثلاث. بري. يقل وقتل واختلاف ديني. بري. فطعا فليس الشك كاليقيني. بري. ويمنع الشخص من الميراث. هاتش منع لك. بري. واحدة من علل ثلاث. بلي يكفي لسيح إلا تنبت لسيح بلي شيء هل وكو موانع بأسباب إسيح سيبون بلي موانع شبك ويسيح بلي بلي ليقود بلي العبد بلي أرسل دخزم كسيكا بلي بمادام عبد بين بلي إلا تنبري بلي وقتل أرسل دخزم بمادام يكابر يكوش أقبار شبي إلا تنبري هاتي هبي بلي وخلاف ديني أرسل دليك نزيق بن بلي مادام ديني أنزل أبي كافر لإسلامي ناقري إسلامي لكافري ناقري فطعاً فليس الشكوك اليقين بلي أقول ويمنع الشخص الوارث من الميراث بعد التحقق سببه سببه ثلاث علل بلي سيش تشتنى إذا اتصف الوارث بواحدة منها بلي امتنع إرثه بلي وتسمى موانع الإرث بلي المانع الأول أدقه بلي بجميع أنواعه زور أو أنواع عبداتي بلي فلا يرث الرقيق بلي قنن كان بلي عبد شي تواطو طوابي أو مدبرا بلي مدبر دري أقنا من مرد ما تؤازر بلي إذا فأنت حر بلي أو مدبرا أو مكاتبا بلي مكاتبا دري عرق استي ودا ولا قملو بينا تسارة شدي أزاد دكا بلي أو مباحبا نيوش عرا نيوش عبدا بلي أو معلقا عطفه بصفته بلي دري أقر مانج رمزان دا أو من مرد ما تؤازر زورت وده أني معلق عطفه بصفته زورت أو موسى بعتقه بلي يا دري وسيد بيوش من مرد ما هو يعزاك بلي أو أم ولدي بلي يعني أما تخوتي دقري دا من داري ليدا بيدا ني أم الولد وش كابرا مرد أزاد شي هان أزاد دي مرد أدي من داركان؟ من دارك أخرجه ويسوى عبدنيا بدي من دارك أخرجه وراستي هو بدي لأن موزب الإرث الحرية الكاملة بدي ثم كان موزب إرث عويدة بحرة توتو بأول أشتاق ميلاد قرية بدي ولم توزن بدي ولا أرث الرقيق أيضا بدي عبديش نعتم ميلاد قرية بدي لأنه لا مال له بدي مالي أني أنيا بدي دل المباحث
إلى مبعض نبي فإنه يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر. بلي. جي عبدي مبعض. برني وش حرني وش عبدا. روج خصمتي كابرا يدكا. روج شنو خو إيشي لك عمل يدكا. أو دني مبعض. أو دني فاري في دابكا. بلي. وش مر. بلي. وش مر أو فاري لو شيا. لو خصم كذا عبدا. زوتو اه هو ميراث لك تشناغري بل خرب لم ميراث لك تشناغري فانه يورث عنه جميع ما ملكه ببعض الحر ويكون الجميع لورثته على الاصح وهذا القسم خارج عن عباره الناظم هو كسبلو ناظم هو يبعث لك هو داخل الموضوع مقسمينيه فان الوارث فيه ليس بالرقيقين كوارث كخو الرقيق نيه وما سويت كاين عقد ميراث نافذ اخوانا عقد ميراث نافذ يا عالم ميراث يا عبدك زوتو بلي. أبي أوضح سيدك عبدك الزندي. بلي. عبدك المرديا. بلي. عبدك صيح عبدك الولادي. زوج من. المانع الثاني القتل. بلي. مانع عدو من قتله. بلي. يك شكر. بلي. بلادي لناقري. بلي. وجب الأدنى وبنبع ذا. نبع ذا عالم خزمة دولة من يخوفك جان برين والله برش ميراتك كمان لدى مني. بلي. بلي. فلا يرث القاتل مقتوله بلي. سواء قتله عمدا او خطا زعمت بخطا بحق او غيره بلي. بحق بنا حق بلي. او حكم بقتله ينحكم بامر اعدام كامل ابدا بلاد لنابي او شهد عليه بما يوجب القتل ينسوك المحكمه شهادي لابد يشهد بالله وهو يشهد لراس كامل تجرى فشهادي شهادك بلاد لكامل ناقري كانما اوضح مشتري او زكى من شهد عليه يعني كابريك شهدي لي داب الاسم لما حكمي وشي فراكز وهاي قد او يسوق وديا شهد نبي الله وشهد راسته وفيا وشي دوغريا او زعو كابريك شهد كشهد او يجملاتنا كل يسعد ولا اصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من تركة المقتول شيء قتنا سعو ابن عبد البر وغيره ويرث المقتول قاتله بلا خلاف او قاتل مقتول ناقري بس مقتول قاتل دقري ببعشك وزهو كره بكل كبرا مرد يكون بلا خلاف وصورته نعزان دا حكوة وصورتك كما اذا زرع كما اذا زرع الولد اباه كر باب يقول برندارك زرع يفضي به الى الموت الى الموت بري. لو أن ببوري نيدمر برنحيش لا نمر بري. لو ما هو كابرا كركا أو إلى باب الخويدا مرد بمرد نيخو ثم مات الولد والزاري بري. قبل أبيه المجروح إيش بابك الميراث إلى كل خود أقريات بري تقري فإن الأب يرث الولد القاتل قطعا هذه لو مستني واشي بعزنك وهذا خارج عن عبارة الناسبين لأنه لا يسمى قاتلا سنشخو قاتل نيخو أو مقتولك إيش تنمر والمانع الثالث اختلاف الدين بلي. بالإسلام والكفر بلي. فلا يرث المسلم الكافر بلي. إسلام ميراث لكافر ناقري ولا يرث الكافر المسلم أخل الدين ناقري كما ثبت في الصحيحين وغيره كان مسلم هود لا يقول مسلم هود لا يقول ولا خلى القسمان في عبارة الناس هود داخل قسم مسلم تبن له لأن اختلاف الدين حاصل فيه مثل قلت اختلاف الدين بحث قاتل مقتول اختلاف الدين له هود لا عندك معنى هذا قاتل اختلاف بينك المقتول المقتول اختلاف بينك قاتل فقط هذه كافرة كأخو بخوي ويرث الكفار بعضهم من بعض هم سوي توارث ولا كنا من أقول ها ويتوارث الكفار بلي. كفار ملاك الجديدة من أخو بخوي بلي. بعضهم من بعض بلي. لأن الكفرة كلهم ملة واحدة في الإنجيل أو أنا عميان يعني ملة أو ملاك الجديدة